بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. حلقتنا اليوم إن شاء الله بتكون حلقة ممتعة من خلال المواضيع وأيضا الفقرات اللي تم إعدادها من خلال فريق برنامج قهوة الصباح. اليوم بتكون عندنا فقرات متنوعة ما شاء الله تبارك الله، دائما كل حلقة أربعة لها كذا زخم خاص. بيكون معنا في الفقرة الأولى رحالة يجوب العالم سيرا على الأقدام، بنتعرف على تفاصيل رحلته وهو نمساوي الجنسية، قطع تقريبا ما يعادل 7000 كيلو متر مشيا على الأقدام، وصل إلى السلطنة في هذه الزيارة وبنتعرف على هذه الرحلة. في نفس الوقت عندنا فقرة مشروعك اللي من خلالها نتعرف على مشاريع موجودة هنا داخل السلطنة، بنقدر نقول هي مساحة للتشجيع لأصحاب المشاريع. معنا مشروع مغسلة السيارة السريعة المتنقلة لصاحبتها مريم بنت يحيى الجيلانية. أما اللي بيكون معنا في ضيافة في الحوار وهو مدير العلاقات العامة حمد رجب العوض للحديث عن تفاصيل، وهو زوج هذه صاحبة هذا المشروع. في نفس الوقت بتكون عندنا فقرة لملتقى الرياضيات والإحصاء العاشر، معنا طلاب الحديث حول هذا الملتقى، تفاصيله، أهميته ودوره، وكذلك يمكن بستثمر معهم جانب تشجيع الطلبة والطالبات على محبة الرياضيات. في نفس الوقت عندنا فقرة ذوي الاحتياجات الخاصة وحديث جميل مع الجميل دائما أحمد بن جميل الحراسي، ومشروع لفريق صوتي حياة بجامعة السلطان قابوس، وبيتكلمون عن هذا المشروع وتفاصيله كذلك. وزي ما عودناكم دائما من خلال برنامجنا قهوة الصباح هناك دائما يكون في ربط مباشر بنتعرف عليه وعلى تفاصيله. في الجانب الآخر طبعا المزيون ما شاء الله تبارك الله سيف الفوري، نقول لك صباح الخير. صباح النور عبد الله، وصباح الخير ايضا لكل احبتنا المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوه الصباح في هذه المجله الصباحيه الجميله اللي دائما نتنقل فيها من موقع الى موقع سياحي اخر، وايضا لتغطيه جميع الفعاليات والمناشط المقامه هنا في السلطنه في هذه الفتره. عموما يعني لربما في مقدمتك كذا نتكلم اليوم عن الفعاليه الجميله اللي تنظمها وزاره الشؤون الرياضيه بالتعاون مع لجنه رياضه المراه، تحديدا الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية المقامة طبعا هنا في السلطنة هذا العام. طبعا من 8 مارس ابتدأت تحت رعاية معالي حفل الافتتاح تحت رعاية معالي الدكتور وزيرة التربية والتعليم، راح تستمر إن شاء الله تعالى ل 18 مارس اليوم في اليوم الرابع على التوالي. الفعاليات، المناشط، المسابقات ما زالت متواصلة، والمنافسة أيضا الجميلة متواصلة وأيضا مستمرة، والسلطنة حققت العديد من المراكز في هذه الفعاليات. عموما 10 ألعاب رياضية، 10 ألعاب القوى مختلفة ما بين التنس، كرة القدم، كرة الطائرة وغيرها الكثير، بالإضافة أيضا إلى ألعاب أخرى يعني خصصت أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. التفاصيل المرتبطة بالدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال الوقفات القادمة. عموما الآن الكلمة إليك، وإن شاء الله تعالى كذا الصباحات المفعمة بالجمال نتمناها لكل أحبتنا المشاهدين. أنا عندي تفصيلة صغيرة بس عشان الناس اللي قاعد تسمعون في الصوت اللي في الخلف، هذا صوت طلقات الرماية لأنها أيوة. مسابقة رماية بالنسبة للفتيات. صحيح. حلو حلو يا سيف، احنا ان شاء الله على شغف. على فكره الحين موجود في وحده الرمايه الدوليه، احنا موجودين الحين بغلا، فعلشان كذا ما شاء الله يعني الفتيات الخليجيات مستمرات ايضا في هذه المسابقه، مسابقه الرمايه، فعلشان كذا الصوت راح يكون صاحبنا ان شاء الله في الوقفات القادمه. ان شاء الله احنا شغوفين عشان نعرف التفاصيل ان شاء الله في الوقفه الثانيه، ولكن ايضا بدورنا من خلال برنامجنا قهوه الصباح حبينا بس نعطيكم اطلاله سريعه لمحتوى حلقه اليوم، وان شاء الله نبدا المشوار كلها لحظات وينطلق قهوه الصباح. تابعونا. Thank you.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا الأولى في برنامجنا قهوة الصباح وحديثنا ذو شجون، لأن معي رحالة ما شاء الله تبارك الله قاعد يجوب العالم محطة من محطات رحلته هنا أرض السلطنة. هو يعني اليوم وبكرة بغادر السلطنة في استكمال رحلته. معنا ثائر عبود، يعني شوف سبحان الله، والده عراقي أم ألمانية ومع الجنسية النمساوية، فيعني تشكيلة ما شاء الله تبارك الله خلقت هذا الإنسان اللي عنده طموح أنه يجوب العالم على سير الأقدام. إحنا بنتكلم عن رسالتها فيما يخص هذه الرحلة. رحب فيك بوجودك معنا أستاذ ثائر عبود، حياك الله ويا مرحبا فيك. يا أهلا وسهلا، أنا سعيد كثير أن أجري معك هذا الحوار. شكرا جزيلا. وخليني أبدأ معك من فكرة انطلاقة هذه الرحلة، متى بدأت؟ الفكرة بدأت ما يقارب قبل سنتين. أختي كلمتني بالتليفون وقالت لي اللي نسيت أقول لك إياه أنه أنا عندي سرطان في الثدي. نعم. فأرجوك أن تجي لي، أنا راح أسوي عملية. فأخذت السيارة ورحت إلى أختي ساكنة في ألمانيا، رحت إلى ألمانيا، هي عملت العملية وبعدين بدأت الكيموثيرابي مالتها. وبعد ما كملت الكيموثيرابي الأول إنجكشن كان الحمد لله زين، الثاني إنجكشن كان مو زين، فكنت أفكر كيف أقدر أني أساعدها. نعم. لأن هي كانت خايفة تموت. فكان لازم علي أن أطلع ذهنها أو فكرها من الموت وأخليه بشيء آخر. ممتاز. فسألت نفسي أنا شو أسوي لما أكون مريض. نعم. فأنا أقول يا أتفرج تلفزيون، يا أقرأ كتاب، يا ألعب مع الأطفال، ألهي نفسي عشان تبتعد عن مفهوم المرض. نعم. بالضبط. فقلت لازم أطلع ألهيها بشيء. فخابرتها وقلت لها راح أعمل لك سوب، تي في سوب، فمسلسل يعني، فأرجوك إنه أرجوك إني إنه أنت تتابعيني بهذا الشيء. نعم. في أوروبا أكو خط للحجاج الكاثوليكيين. أنا مسلم طبعا. نعم. فهذا موجود على كتب وموجود إنه بعد 200 متر تطلع على اليسار وين تبعتني الأشياء. فأعطيتها واحد وأخذت واحد وهي كانت تابعني على هذا الكتاب. وإحنا كنا دائما في اتصال مع بعضنا. ومرات كانت لما تخابرني ما أرفع السماعة، ليلة كاملة ما أجاوب عليها. نعم. فاللي صار إنه هي قامت تخاف علي أكثر من ما تخاف على نفسها. نعم. فالعلاج كان مستمر عادي. نعم. بس الخوف مش موجود. نعم. وإذا وصلت لثانية واحدة. نعم. لهذا الشيء فمسيري كان إلها يعني وعيدة. نعم. المشكلة اللي صارت فيا انه أنا ما كنت سبورتيف نهائيا بعمري. نعم. يعني كان عمري عندي 90 كيلو. اي نعم. فكانت مشكلة لي. بعد 10 ايام كان جسمي كله ألم واحد. اي نعم. بوعت على السماء وقلت يا رب اذا خليت أختي عايشة وإذا وصلتني إلي بسلام إلى 3250 كيلومتر من المدينة البعيدة فأمشي لك إلى مكة. نعم. أختي على قيد الحياة الحمد لله. الحمد لله الله يعطيك. أنا وصلت إلى المنطقة اللي كنت أريد أوصلها. نعم. فبقى عندي وعد اللي لازم أوفيه. نعم. فحضرت نفسي، رحت إلى الشركة، استقاليت من وظيفتي. نعم. وبديت في 25 من الشهر السابع السنة الماضية في مسيرتي، وعبرت في دول سلوفينيا، كرواتيا، بوزنة، الجبل الأسود، ألبانيا، مقدونيا، بلغاريا، تركيا، إيران، ومن إيران أخذت السفينة رحت إلى الشارقة، من الشارقة إلى دبي، ومن دبي إلى اليوم أنا موجود هون. الله يعطيك الصحة والعافية، ورحلة كثير موفقة، وهو أنك توصل إلى مكة المكرمة. يعني هنا في رسالة إنسانية. نعم. في رسالة اجتماعية، وأيضا أنت اكتسبت جانب صحي تجاه نفسك، يعني بالضبط. أنك أكيد اكتشفت أن الحين أكيد فرق عن الوزن السابق، فرق كذلك من ناحية البنية الجسدية، البنية. وأنت في مسيرك أكيد اكتشفت ناس، تعرفت على ناس، في ناس سألوك أنت من وين جاي، وإيش تبغى توصل له. ودي هالحقيبة إيش كثر فيها من ذكريات؟ يعني هذه الحقيبة مليانة ذكريات. 200 و
27 يوم ذكريات و7000 كيلومتر. في كل دولة، كل دولة تختلف عن الأخرى، والناس الناس من أول يوم لحد اليوم كلها طيبة معايا. نعم. ما شفت أي إنسان اللي عاداني، ما شفت أي شخص اللي يريد من عندي، بالعكس الكل كانت تعطيني على الطريق حتى إذا كنت ما محتاج. نعم. شيء رائع. وخصوصا في إيران. نعم. في إيران يعني ما شايف شعب مثل الشعب الإيراني. الشعب الإيراني كنت لما أقول كلمة يسألني يقول لي أنت منين؟ أجاوبه يقول لي أنت اليوم عندي بالبيت. يقول لي ما تروح للهوتيل، الهوتيل غالي، أنت تجي عندي البيت. الأكل اللي موجود، اكتسبت مشاعر إنسانية. تعرفت على الإنسانية في العالم. نعم. في هذه من خلال هذه السبع شهور. إنزين، أنا في صورة الحين قاعد نعرضها على الهواء، مين اللي صورها؟ نعم. هل أنت ولا في أحد معاك فريق عمل؟ هذني الصور كلهن أنا مسويهن بنفسي. ما شاء الله، حلو. وهذني على طريقي، مثل ما شفت هسه كم صورة، هاي كانت في بداية إيران، وهاي في دخولي إلى سلطنة عمان. متى كان دخولك إلى السلطنة؟ في 28 من الشهر الثاني من هذه السنة، يعني قبل كم يوم حوالي. إنزين، تقريبا من لحظة نقطة الحدود ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين السلطنة حتى وصلت إلى مثلا محافظة مصر، كم يوم خذيت تقريبا؟ اليوم 10 بالشهر؟ أي 10 10 أيام؟ 10 أيام. نعم. إذن كم ساعة تمشي تقريبا؟ أمشي من ساعة بالتسعة الصبح تقريبا وأخلص. في عمان الأخوان العمانيين يحبون يدردشون كثير، يوقفوني على الطريق ويعزموني، ينطوني قهوة وينطوني شاي، يكرمون. فلازم أكمل بالليل. أطول نهار كان عندي مشيت حوالي 50 كيلومتر من سويق إلى سيد، يعني على حدود مسقط، المصنعة، بركة. على بركة. بركة إلى بركة. أي تقريبا. نعم. 50 كيلومتر كانت. أي نعم. ووصلت ساعة 11 بالليل. ممتاز. إذا أنا ودي أيضا في أنا ودي أستثمر حواري معك في أكثر من جانب. الجانب. نعم. الصحي، كيف تتابع صحتك؟ مثلا قدرتك، تعرف في بعض مرات يكون درجة البرودة مرتفعة. نعم. في بعض المواقع ممكن الحين داخلين إحنا على الصيف أيضا كذلك. نعم. درجة الحرارة، لازم نسبة السوائل في جسدك شوي، كيف تتابع هذا النقطة؟ الجسدي هو يقول لي شو يحتاج. ممتاز. في الشتاء كنت في أقصى شتاء كان عندي كان في عرارات على الحدود التركية الإيرانية. نعم. وصلت درجة الحرارة إلى ناقص 10. كان عندي أمطار، كان عندي ثلوج، وأنا كل يوم أمشي في المطر، أمشي في الثلج، أمشي في البرد، أمشي في العواصف الرملية اللي صارت عندي. هذا هو اللي قوي بدني. أنا ما أحتاج لأي ميديكامنت وما رحت إلى دكتور. نعم. مرضت بيها، وهي كانت قبل يوم في سحام. سحم. شكرا. نمت فيها ليلة لأنه الإير كونديشن ضرب. وكنت منشول، ويعني كنت منتهي. سلامتك. يوم واحد بعد يوم الواحد ارتحيت، شوفني قمت مرت اللخ. النقطة الثانية وين بتكون بعد السلطنة إن شاء الله؟ بعد السلطنة من أن الطريق يكون على الساحل إلى صلالة. أي نعم. بعد صلالة أخذ الطيارة وأروح إلى مسقط، من مسقط أروح إلى جدة، من جدة أزور مكة، بعدين أزور الرسول في المدينة وأكمل مسيرتي في المدينة إن شاء الله. من خلال المحطات إن شاء الله يتقبل طاعتك. الله يخليك. يعني بس في جزئية أنا ودي أتكلم فيها، في صور تذكارية. نعم. في مشاهد مريت فيها مع الناس، محرك لك الأساسي هو جانب إنساني بحت تجاه أختك، الله يعطيها الصحة والعافية إذا كان لها فرصة أنها تتابعني في هذه اللحظة. وأيضا في رسالة أتوقع يمكن هي أسمى تبغى توصلها للمجتمع بعد هذه التجربة، هل عندك نية مثلا تكتب مذكرات؟ أكيد. تسوي تشجع كثير من الناس إن تجاه مثلا، مثال لو بقول على المستوىك الشخصي تجاه مثلا السمنة، كثير الناس تبغى تقولك بكرة بعد بكرة ولا تحافظ، وممكن الناس ممكن تتأثر من السمنة بسبب الضغط والسكر. نعم. أيضا الكانسر، يعني وهذا كثير يعني الناس تعاني منه، في منهم الأقوياء الأشداء تقدرهم
يحاولون يتعاملون مع العلاج ويخطون هذه المرحلة، وفي بعضهم يعني ربك يأخذ أمانته. صح. كيف ممكن توصل خلاصة هذه الخبرة اللي حصلت عليها؟ الخلاصة هي إذا كنت مريض اتحرك. إذا أنا كنت كسول وكان عمري 49 سنة، أو بالأحرى عمري 49 سنة، وكنت تقريبا مخلص على وجه النهاية، أقعد النهار كله أشتغل وأكل وانتهت العملية. الحركة مالتي خلتني هسه أني أشعر أنه عمري 29، عمري 30 سنة، بإمكاني هسه أتحرك وحتى أسوي يعني أوقف على إيديناتي مرة ثانية. الإنسانية اللي موجودة بالعالم إذا تتحرك، كل شيء اللي 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 سامع به عن شعب اللي يكون مو زين هذا راح ينشال. نعم. تتعرف على الناس، التفاصيل، الحب للشعوب وللناس يكبر عندك، يكون open minded أكثر. شيء جميل اللي عنده مجال يطلع. يوما ما في عمرك لازم تمشي على الاقل هالشهر متواصل. انا سعيد كثير ويعني جد انا محظوظ اني اجري معك هذا الحوار. شكرا جزيلا. ولكن احنا دائما وقفات محدده بوقت معين. أكيد. بالنسبه لبرنامجنا. استاذ ثائر عبود رحاله المساوي قطع 7000 كيلومتر مشى على الاقدام، النيه كثير ساميه، والله ان شاء الله بيسهل لك دربك ويفتح لك ابواب الخير وبيزرع لك الناس الطيبه في كل مكان ان شاء الله. الله يخليك. اتمنى لك طيب الاقامه خلال هذه الاوقات ان شاء الله، وان شاء الله تروح وترجع لنا بسلامه مره ثانيه، ليش لا تكون زياره خاصه للسلطنه. شكرا جزيلا، سعيد كثير بوجودك. تشرفت. يا مرحبا. شكرا جزيلا. يا اهلا بك. يا مرحبا. اذا كان هذا حوارنا الجميل ونافذه على رحلة إنسانية انطلقت وإن شاء الله بتكون سامية في الختام. أتمنى له التوفيق في هذه الرحلة، فرصة اللي بيشوفها يأخذ معه صورة إنستغرامية ضروري. فاصل وراجع. تعتز السلطنة باستضافة الدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون، حيث يعد الحدث الأهم في مسيرة الحركة الرياضية النسائية، ويمثل خطوة رائدة في مسير الرياضة النسائية العمانية. فالفتاة العمانية أصبحت قادرة على التواجد الرياضي لمختلف المسابقات وفي جميع المحافل الرياضية، سواء في المسابقات الفردية أو الجماعية، وقد حققت مراكز متقدمة في المنافسات التي شاركت بها. وتستمر هذه الدورة التي تستضيفها السلطنة حتى 18 من الشهر الجاري بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة. قد أوجدت هذه المسابقات حراكاً رياضياً بين الاتحادات الرياضية واللجان التنظيمية المختلفة، كما أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعداد جيل من اللاعبات في مختلف المسابقات الرياضية ولتكوين قاعدة رياضية ناشئة
ولبناء جيل رياضي يرفد المنتخبات بلاعبات مجيدات، وهذا ما تحرص عليه اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية بدول مجلس التعاون من خلال إقامة بطولات مستمرة بين دول المجلس وفق جدول زمني معتمد. لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى فقرات برنامج قهوة الصباح، والآن مع ربنا المباشر ونرجع لك يا سيف والتفاصيل والكلمة لك تفضل. أحسنت عبد الله، تحية صباحية مجددة لك ولكل أحبتنا المشاهدين والمتابعين. إحنا ما زلنا أيضا مستمرين في تغطية هذا الحدث الرياضي الجميل الذي تشهده السلطنة وتستضيفه السلطنة الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية. وعدناكم وقفتنا هذه راح تكون حول التفاصيل المرتبطة بهذه الدورة التي تستضيفها السلطنة لأول مرة طبعا الآن في السلطنة هذه الفترة. عموما التفاصيل مع أحمد بن جميل النعماني زميلنا الرائع، وأيضا هو عضو اللجنة الإعلامية بالمنظمة للبطولة. مرحبا بك معنا أحمد وصباحك خير. مساء الخير أو صباح الخير سيف، وصباح الخير الأخ عبد الله صباح، وتحية جميلة لكل من يتابعنا عبر قناة عمان العامة وفي برنامجكم الصباحي اللي تطلون عليه وتعودنا أكيد عليكم يعني على قهوة الصباح. سعيدين جدا بتواجدكم، سعيدين جدا بالتغطية الحية والمباشرة من هنا من ميدان الرماية بغلا. وهذه المسابقات بشكل عام مثل ما تفضلت هي البطولة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية لأول مرة تقام في السلطنة، يعني استقطبت أكثر عن 2000 مشارك ومنظم ومرافقين وعدد كبير جدا من الأخوان المتواجدين سواء من داخل السلطنة وحتى من أخواننا وأخواتنا أشقائنا دول مجلس التعاون. أحمد، كان يوم الافتتاح يوم الأحد تحت رعاية معالي الدكتورة طبعا وزيرة التربية والتعليم. اليوم احنا أيضا مستمرين مع فعاليات مناشطة، خلونا نخبر كذا المشاهدين أيضا عن الأيام الماضية، كيف شفتوا التفاعل، كيف شفتوا أيضا الإقبال وأيضا مشاهدة هذه الفعاليات والمناشط، وأيضا تخبرنا عنها. مثل ما ذكرت أخوي سيف هناك 10 ألعاب موجودة، نذكر منها بعض منها طبعا التنس، السلة، الطائرة، كرة اليد، نتكلم عن التيكواندو، نتكلم عن مجموعة كبيرة من الألعاب، ألعاب القوى، البولينج، ألعاب القوى قسمين اللي هو قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخواننا ونقول خواتنا أمس شرفونا في 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 البطولة أو في ألعاب القوى خاصة لذوي الإعاقة، أمس كانت البطولة واليوم تستمر، والبطولات أكيد تباعا مستمرة. نحن حاليا في الرماية ومثل ما شايف ما شاء الله التفاعل الجميل والنتائج أمامك واضحة، تفوق المنتخب الإماراتي بعدين منتخبنا، والحمد لله يعني هناك في حصيلة كثير رائعة وتطور رائع لرياضة المرأة في السلطنة بشكل خاص. يعني كيف بخصوص الأخوات المشاركات من السلطنة، كيف الإنجازات المراكز أيضا خلال الأيام الماضية؟ نحن نتحدث عن ذهبية في الرماية الأخت سهام الحسني، نتحدث عن ذهبية في القدرة والتحمل الفروسية، نتحدث عن يعني تفاعل كثير رائع في المنتخبات الأخرى. الحمد لله رب العالمين بعض اللاعبات، أترك هذا الموضوع لذوي الاختصاص، ولكن بحكم القرب للبطولة هناك في عدد كبير إن شاء الله متفائلين فيه في الإنجازات أو حتى الميداليات. الحين صارت عندنا احنا عدد البرونزي عدد من الميداليات اللي هي الذهبيه والفضيه والبرونزيه، وبناتنا ما شاء الله عليهم يعني ولاعباتنا جدا يعني متفاعلات في هذا الموضوع، واضافه الى هناك منافسه قويه جدا. احنا نتحدث عن يعني منتخب البحرين، منتخب الامارات، منتخب قطر، منتخب الكويت، فحلو هذا يعني هذا التفاعل الجميل ما بين بنات دول مجلس التعاون. مثل ما ذكرنا احمد يعني هذه البطوله من تنظيم وزاره الشؤون الرياضيه
الرياضية بالتعاون أيضا مع لجنة رياضة المرأة. يعني تخبرنا كذا عن الأهمية في إقامة مثل هكذا البطولات، ولا سيما أنه السلطنة تستضيف هذه البطولة لأول مرة في تاريخها. مثل ما تفضلت أخي سيف، السلطنة اهتمت برياضة المرأة، تجلى ذلك بدائرة خاصة لرياضة المرأة جديرها الأخت العزيزة سعادة الإسماعيلي، إضافة إلى ذلك هناك لجنة رياضة المرأة باللجنة العمانية الأولمبية رئاسة السيدة سناء البوسعيدي، واهتمام السلطنة طبعا ما يأتي إلا بالاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة بالمرأة بشكل عام وبرياضة المرأة بشكل خاص. وتجلى هذا المنتخبات الموجودة عندنا اليوم، ما شاء الله عدد كبير من المنتخبات، يعني نحن ننافس حاليا على مستوى سواء على مستوى الخليج وحتى على مستوى الآسيوي وعلى مستوى العالمي. كلمة أخيرة، رسالة أخيرة في 30 ثانية لكل المشاهدين ولكل ما يتابع برنامج قهوة الصباح يا أحمد. أتمنى أنهم يتابعون مثل ما تفضلت أخوي سيف عن شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة، واسم البطولة هو رياضة المرأة 4. الدعوة للجميع للمشاركة والمساهمة ودعم المرأة العمانية، مثل ما شايفين طبعا الأماكن مخصصة جدا، هذه نقطة جدا مهمة أنها مخصصة جدا للمرأة، والحضور فقط للعنصر النسائي للبطولة، وتشجيع المنتخبات والجداول موجودة على موقع البطولة أو حتى موقع وزارة الشؤون الرياضية أو حتى مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. نتمنى أن التفاعل يكون متواجد إن شاء الله، وتحية كبيرة للإخوان طبعا، إحنا عندنا لجان كثيرة جدا، تحية كبيرة لهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وشكرا لكم وشكرا على تواجدكم، وأكيد نتشرف بالجميع، وعسى إن شاء الله نظهر بالصورة المشرفة للسلطنة ونطلع بطريقة كثير رائعة. شكرا أخوي سيف. لك أحمد شكرا، يعطيكم العافية إن شاء الله تعالى، وموفقين يا رب العالمين في هذه البطولة اللي راح تنتهي تاريخ 18 مارس. شكرا لك أحمد. شكرا. إذن عبد الله، هذا كان لقانا مع زميلنا الرائع الجميل أحمد بن جميل النعماني، عضو اللجنة الإعلامية للدورة والبطولة طبعا، هذه هي الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية. عموما أيضا راح تكون لي وقفة أخيرة بمشيئة الله تعالى من هنا من وحدة الرماية الدولية بغلاء. إليك الكلمة الآن. شكرا يا سيف، يعطيك العافية على هذه التغطية. احنا بناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل بنبقى مع فقرة مشروعك، لا تروحوا بعيد. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وإلى فقرتنا، فقرة مشروعك اللي من خلالها نتعرف على المشاريع اللي تقام هنا داخل السلطنة. الهدف من هذه الفقرة دائما هو تشجيع أصحاب المشاريع وتشجيع اللي عنده فكرة ومتردد، نقول له أخطي الخطوة وإن شاء الله بتلقى الدعم من عدة جهات، أولهم من أسرتك والمقربين منك، ثم بتلقى من جهات المسؤولة والجهات الحكومية، وأيضا بيكون لك مساحة في برنامج قهوة الصباح. ضيفتنا العزيزة، هم زوجين ما شاء الله تبارك الله، أبو محمد وأم محمد،
يعني صنعوا هذه الشراكة وعملوا مشروع كثير جميل تحت مسمى مغسلة السيارات السريعة والمتنقلة، يعني ولا أكثر من كذا روعة. أنت في بيتك حاط رجل على رجل، يجيك السيارة تغسل لك، عاد إيش تبغاها؟ يعني السيارة تدلل، عندهم عدة خدمات، عدة طرق. أنا رحب بصاحبة المشروع الأستاذة مريم بنت يحيى الجيلانية، يا مرحبا فيك، صباح الخير، وهي صاحبة مشروع مغسلة السيارات السريعة والمتنقلة. أما في الإدارة والعلاقات العامة والجوانب الفنية دائما يكون مع أبو محمد، هو بس خارج الاستوديو حاليا، حمد رجب العوض يعطيه العافية، ومدير العلاقات العامة بمشروع مغسلة السيارات السريعة والمتنقلة. شلون جت الفكرة؟ الفكرة جات تقريبا من قبل سنتين. عادة يعني السيارة لما بيوديها المغسلة هنا تصير المعضلة، أن بروح المغسلة، تعالي الحين ننتظري الزحمة، أبو محمد تعال خذ لي، تعال خذ، أو أخوي تعال خذ، فنوع اللي كانت شوية فيها صعوبة يعني السيارة لازم أخطط لها قبل يوم يومين على أساس أن أغسلها. فقلت له يعني قلت له ليش ما نفتح مغسلة ونحطها بطريقة يعني الشروط تسهل علينا، يعني حتى مو حق يعني حق الكل، يعني خصوصا الحريم. عادة الحريم يعني واحدة تقعد أخوي زوجي تعال خذ السيارة هاي، وغير الزحمة وتنتظر وتعال حد يوصلني وحد يجيبني. فقلت له يعني نشوف لنا فكرة يعني غسيل سيارات مغسلة أو شيء يعني تكون طريقة يعني تسهل علينا الأمور. فقال لي يعني شوفي يعني سوي دراسة. وهذه السيارة الحين قاعدة الحين ظاهرة على الشاشة، يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي الناس قامت تتبادل حتى العناوين والاسم والرقم، وهذا دليل أول شيء نجاح الفكرة، وثاني شيء دماثة أخلاقكم في التعامل مع الناس. لو الناس مرتاحة ترى ما بيتكلمون وبيشوفوا ردتك. كله توفيق من رب العالمين. إيه خلينا أعرف شوي نوعية الخدمات اللي أنتم تقدمونها. الخدمات اللي عندنا ما بين غسيل عادي، دلع سيارتك. الله بعد حلو الاسم. هاي على اساس نجذب الزبون بالاسامي. وفي اللي هو غسيل في اي بي. طبعا في يعني انواع ثانيه كحمايه، في اللي هو السيارات اللي ممكن يعني نغسل حتى الكراسي تبع السياره، تفاصيل التفاصيل يعني ادق التفاصيل نهتم. زين الغسيل العادي عرفنا، ندلع سيارتك هذا ايش؟ دلع سيارتك هاي طبعا اضافه للغسيل العادي اللي هو الغسيل الخارجي، الكنس فيها تلميع شامبو، تلميع الاطارات. حلو. اما الفي اي بي فطبعا ويا حمايه، يعني نفس ما سبق بس اضافه الى الحمايه. ممتاز. زين كزبون كيف اتواصل معاكم؟ هو عندنا رقم تليفون العاده يجينا اتصال او واتساب، يتصل فينا الزبون نحدد الوقت المناسب يعني اللي يناسبه، المكان اللي هو يعني يفضله سواء في بيته او في مكان عام او حتى في اماكن الدوام. فننسق ويا الزبون وش اسمه ويعني على وقت الوقت اللي يناسبه. يناسب. اذا انا اعرف رقمكم اكدي لي اللي هو 9111 0999. عجيب الرقم. اي واصل على قولتهم الحمد لله. زين نعيد مره ثانيه اللي هو 9111 يعني 3 1 بعدين 0999. يعني وسيله رقم او شيء سلس وممكن تواصلون معهم عن طريق الواتساب. لازم يحجزون قبل مثلا عشان زحمه او شيء؟ يفضل على اساس ان نحن ننسق ويا الزبون على اساس نوصل له يعني على قولتهم في الوقت، يعني ما نتاخر عليه، ما يتعطل ولا نحن نتعطل، يعني تكون الامور من قبل يعني فيها حجز على اساس الامور تكون تمشي. بالنسبه للاسعار عندكم اذا سياره صغيره كبيره سيارات عائليه ها شلون؟ اللي هو الغسيل العادي للسياره صالون 3 ريال، اما الغسيل دلع سيارتك 5 ريال، الفي اي بي 10 ريال، طبعا اضافه ريال واحد حق الدفع الرباعي. اي ممتاز. زين جانب أنا ودي أعرف، كل مشروع لابد فيه شوية مطبات تعكر الصفو كذا، ولكن اجتهاد الشخص هو اللي يخليه ثابر ويحاول. واجهتكم عراقيل مشاكل مثلا، وكانت أوجهات مثلا كان يعني خلينا نعرف شوية تفاصيل. في البداية هو يعني كونه مشروع جديد في السلطنة، يعني ما يعني
كان في صعوبات، كان في شوية عرقلات، بس الحمد لله رب العالمين التسهيلات غطت على الحمد لله العراقيل والحمد لله. الجهة اللي تدعمكم أو أنتم مشروعكم 100% أنتم قائمين عليه؟ مشروع مشترك بيني أنت وزوجك، يعني ما في جهات دائمة، ممتاز. زين، هل فكرتوا أنكم توسعون المشروع والخدمات؟ أنتم على مستوى محافظة مسقط الحين على مستوى محافظة مسقط، طبعا في نطمح إن شاء الله يعني أن نغطي جميع مناطق السلطنة، لأن قاعد تجينا اتصالات، قاعد تجينا يعني مسجات على الانستغرام وهاي يقولون ليش ما يعني ما تتوسعون لمناطق ثانية. إن شاء الله رب العالمين إذا الله يعني وفقنا إن شاء الله وتيسرت الأمور إن شاء الله راح نغطي السلطنة. زين، في أجوكم مثلا ناس حبوا، لأن مشروع واجد حلو فكرته، أكيد جوكم ناس يبون يشاركونكم، كان على مستوى أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية؟ طبعا في هاي يعني في يعني كذا جهة كذا. في نية عندكم تسوون شراكة؟ والله حاليا مو حاطين ببالنا يعني، بس إن شاء الله ما يعني واحد ما يدري يعني مستقبلا. زين، ودي بعد أعرف تفاصيل ساعات العمل عندكم، هل هي 24 ساعة ولا في أوقات معينة بالنسبة لها؟ هو عادة من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 7، بس طبعا أحيانا يعني الموظفين الكادر يعني عندنا يطولون يعني يعني في ايام لغايه الساعه 11 12 يعني على حسب الهاي الطاقه الاستيعابيه عندكم. كم سياره في اليوم ممكن تتحملون؟ كم سياره تقدرون تسوون في اليوم؟ يعتمد على نوع الغسيل. نوع الغسيل. زين، فريق العمل موجود معاكم متكون من كم سياره؟ ومبدئيا بدانا بثلاث سيارات، بس ان شاء الله يعني الله في نيه تزوج ان شاء الله. يعني المواقع اللي تخدمونها حاليا في محافظة مسقط بالضبط وين؟ لحد الحين طبعا منطقة بوشهر يعني وحواليها، السيب، العامرات. نعم، بس مثل ما قلت لك يعني قبل ننسق ويا الزبون على اساس انه ما يصير تعرض. زين، في شغلة بس في بالي، إذا أنا على مستوى فردي أباكم الحين تجون تغسلون سيارتي، بس إذا مثلا أبغاكم على مدار شهر أو ثلاثة شهور أو أعمل معكم عقد أنكم دائمين معي، يصير هذا الشيء؟ وهل في يعني في ناس جوكم بهالنوعية من الطلبات؟ صارت عندنا يعني كذا في زبائن يعني طلبوا أنه يكون نفس الباكيج أو هذا، فنحن ننسق ويا الزبون ونرتب وفي جدول يعني نضبطه على أساس أنه نرضي زبائننا. ممتاز. زين، بعد اذنك لان كثير قاعد يكلمون الحين يبون يعرفون مره ثانيه، قول الرقم مره ثانيه اللي يحب يتواصل معاهم يحجز موعد على 9111 0999، زي ما هو ظاهر الحين على الشاشه، مغسله السيارات السريعه المتنقله، بالفعل يستاهلون الدعم، رائعين، زوجين ولا احلم، كل واحد احلى من الثاني، والله يخلي لهم عيالهم، وفكره كثير رائعه وخدمه ولا اروع. زي ما قلنا لكم عليك لانك تتصل تحجز معهم، تحدد نوعين الخدمه، تبغى غسيل عادي دلع سيارتك ولا نظام الفي اي بي عشان يعطونك خدمه اضافيه. الاسعار بشكل سريع تقولي لي اياها؟ الاسعار عندنا الاسعار تبتدي من 3 ريال ل 10 ريال، الغسيل العادي 3 ريال، اللي هو دلع سيارتك 5 ريال، والفي اي بي 10 ريال، اضافه ريال واحد حق الدفع الرباعي. اتمنى تكون كذا الصوره واضحه. طموحكم في المستقبل، هو اخر سؤال بالنسبه لي استاذ مريم. مثل ما قلت لك ان شاء الله استاذ ان نتوسع على مستوى السلطنه، وان يعني تتيسر امورنا ونتوفق من ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لكم. والله حتى انا اتمنى مثل هالنوعيه من الخدمات الراقيه ان تكون في بعض المؤسسات الحكوميه، تجون عندنا هنا ترى ايش كثر موظفين، كل واحد يغسل سيارته كل يوم الصبح يلقى سيارته. الصبح قالوا لي. كل الشكر للاستاذه مريم بنت يحيى الجيلانيه صاحبه مشروع مغسله السيارات السريعه المتنقله. ايضا الشكر للعزيز ابو محمد حمد رجب العوض مدير العلاقات العامه بمشروع مغسله السيارات السريعه، تحياتي لك ولاسرتك الكريمه وعيالك ان شاء الله. مشكورين كثير على قبول الدعوه. تسلم استاذ، ما قصرت. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جميل زي صاحبه، لا تروحون بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في ربوع الوطن الحبيب وخارج ربوع الوطن الحبيب أيضا في كافة وطن العربي الكبير وأينما يصل إرسال شاشة تلفزيون سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد والمحطة المعتادة معي أنا أحمد الحراسي. شكرا للحبيب عبد الله الصباح وأنت الأجمل دائما تأكد. وأيضا شكرا لكل الشباب طاقم العمل ومخرجنا الجميل الأستاذ فخري أبو عبده دومك منور يا الحبيب. عموما مشاهدين الكرام مباشرة ندخل في صلب الموضوع. كثيرة هي حقيقة الجهود الشبابية المتميزة، الجهود الشبابية الرائعة، الجهود الشبابية اللي فعلا كذا نحن نعتز فيها دائما في مجتمعنا وبين إخواننا وخواتنا أكيد، سواء كانوا طلبة مدارس أو طلبة جامعات وكليات أينما كانوا أينما تواجدوا. فريق شبابي مميز صوتي حياة فكروا بفكرة جميلة جدا وهي تسجيل كتب صوتية خاصة للمكفوفين وهم تطوعوا في هذا الجانب. راح نتعرف عليهم عن قرب، راح نتعرف على جهودهم من خلال الضيوف اللي موجودين معي في الاستوديو. معنا عويشة بنت عبد الله المعمرية نائبة فريق أو نائبة رئيس فريق صوتي حياة. صباح الخير يا عويشة. صباح النور أستاذ. يعطيك العافية. سعيدين بتواجدك معنا اليوم. أسعد بوجودكم معنا. الله يسلمك الله يسلمك. وأيضا حورية بنت حمد أريامية منسقة علاقات عامة بفريق صوتي حياة، صح كذا مسمى؟ رئيسة لجنة المتابعة والتنسيق بفريق صوتي حياة. طيب هو المعلى واحد. أهلا فيك حورية وحياكم الله معنا. أبدأ معك مباشرة عويشة. تفضل. تعطينا معنى اسم صوتي حياة أول شيء. صوتي حياة طبعا فريقنا قبل ما يكون صوتي حياة كان اسمه أسمعني صوتك لأرى العالم. يا سلام. طبعا لأن كنا نستهدف فئة المكفوفين من حولنا لأنهم كانوا فئة قلما تجد الكتب يعني متوفرة لديها. فكان مشروعنا نخدم فئات المكفوفة في المجتمع. فكان في هذا المسمى. ثم وجدنا أن مسمى الفريق أو الفريق بشكل عام يخدم فئات المجتمع بشكل عام. جميل. وليس فقط فئة المكفوفين. بس أنتم كهدف أساسي كان بالنسبة لكم تستهدفوا المكفوفين. أكيد فئة المكفوفين هم هدفنا الأساسي الأول والأخير في كل الحالات. طيب حورية نتكلم عن أهدافكم اللي 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 اللي, اللي رسمتوها وبديتوا تمشوا عليها. أول شيء قولي لي متى تأسس فريقكم؟ طبعا تأسس فريقنا في 2013 كان تابع لمبادرة خليجية أو شبابية تابعة لجامعة السلطان قابوس اللي هو ملتقى شباب الخليج. كان عندنا فرصة نقدم أي مشروع تطوعي بحيث أن نحصل على كل الدعم من الجامعة. فكان هدفنا اللي هو المكفوف نتيجة لقلة الكتب الصوتية اللي موجودة في الوطن العربي. فكانت فكرة تحويل الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة. وأيضا بدأنا بكتاب عماني على أساس نبرز الهوية الوطنية على المستوى الخليج. ولله الحمد نجح نجاح كبير في المجتمع الخليجي قبل المجتمع العماني ووصل لأكثر من 100 مكفوف على مستوى الخليج. جميل. هذا الشيء ساعدنا على الاستمرار والحمد لله استمرينا وأنشأنا فريق صوتي حياة. نتكلم عن أول كتاب سجلته عويشة. أول كتاب كان لفريق صوت حياة هو كتاب أنت كما تريد للأستاذ العزيز طلال الرواحي. الأستاذ المدرب طلال الرواحي. طبعا فكرة اختيارنا لهذا الكتاب هو كتاب تنموي ولا شك في أهمية التنمية البشرية في ذلك الوقت حتى الآن. فجاء اختيارنا لهذا الكتاب، اختيارنا طبعا لكتاب الأستاذ طلال. اخترنا كتاب ذو طبع عمانية لكاتب عماني فكان اختيارنا فوقع اختيارنا على الأستاذ طلال الرواحي. جميل جدا. ناخذ صفحتنا على تويتر وبنقل بعض التغريدات. شباب طبعا كان محمد البرعمي كان يقول مساء الخير. مساء الخير صباح الخير لأنه كان أمس كاتبها، أمس نزلت الموضوع. كان يقول صباح الخير يعطيكم العافية، أتمنى كل الجامعات والكليات فعلا تفكر في مثل هالموضوع. طبعا احنا كنا عارضين نبذة عن فريق صوتي حياة بالأمس. مريم الرئيسية تقول شباب وطاقات مميزة أتمنى لهم كل التوفيق. طيب عويشة نتكلم أيضا عن موضوع تسجيلاتكم عادة وين تكون استوديوهات اللي تستخدموها؟
في بادئ الأمر كان موقع التسجيل أو مكان التسجيل في مركز تقنيات تعلم والتعليم في الجامعة طبعا. أيوة بجامعة سلطان قابوس. نعم. هذه في بدايتنا. بعد ذلك انتقلنا لمرحلة جديدة وهي البحث عن مكان يناسب أو مناسب للتسجيل، فكانت الصفوف الدراسية في الجامعة هي المكان المناسب لفريق صوت الحياة لتسجيل مثل هذه الكتب. جميل. حورية، هذه كلها جهودكم أنتم كلكم طلبة من الجامعة ولا في عندكم أشخاص من خارج الجامعة؟ لا، في البداية كانت جهود طلاب من جامعة السلطان. بعد ما لاقى كلكم من كلية واحدة ولا من عدة كليات؟ من جميع كليات جامعة السلطان. جميل. جميل. بعد ما لاقى الفريق نجاح كبير أو شهرة كبيرة طبعا انضافوا العديد من الأصوات والكتاب إلى الفريق. جميل. طبعا أوضح معلومة أن الفريق بدأ بأصوات، ولكن حاليا هو يحتوي على طاقم متكامل من إداريين، المونتاج مثلاً، مونتاج، منشدين وغيرهم. جميل. من أعضاء فريق صوتي حياة. جميل. اليوم في عندكم حدث نتكلم عنه على السريع حورية. الحدث اليوم هو تكريم لأعضاء فريق صوتي حياة، هم أكثر من 50 شخص. إن شاء الله. في الفترة الماضية أنشأنا كتاب كخة يا بابا، وكان جهود جدا قوية، وأيضا كتاب كليلة ودمنة لقي نجاح كبير خصوصا في معرض الكتاب. جميل. وفي اليوم إن شاء الله بيكون تكريم لهذه الجهود والمبادرات الشبابية. رائع جدا. عويشة، خلينا أيضا نتكلم عن القادم، ماذا تخططوا، ماذا تفكروا، وين حابين توصلوا؟ طبعا طموحات فريق صوت الحياة هي طموحات لا نهاية لها، إدراكا من أن عطاء العلم عطاء ما بعده عطاء، لذلك طموحاتنا نطمح للمزيد والمزيد بإذن الله. نطمح لإنشاء أكبر مكتبة سمعية تحوي أكثر من 1000 كتاب صوتي. طبعاً برجع لك عويشة، طبعا حاليا نستعرض الصور، هذه صوركم وصور الأعمال أيضا. هذه مواقع التسجيل. ومواقع التسجيل. طبعا مواقع التسجيل بأدواتنا الخاصة. جميل. لأن في كان تعارض بين حجوزات الاستوديو وأوقات فراغ الطلاب، فعندنا أدواتنا الخاصة. بس يطلع العمل ممتع أكثر. أكيد أكيد. يعني كذا تجيب لابتوب والمايكات ونقلة الصوت والسماعات وكذا وتبدأ تشتغل. أيوة، فيكون عمل ممتع أكثر. طيب نكمل عندك عويشة. مثل ما ذكرت هو فريق صوت الحياة تطوعي. أيوة تطوعي. يأمل أو يسعى أيضا جاهدا لبذل المزيد من الطموحات أو الرقي بمثل هذه الأفكار. جميل. فأول أهدافنا التي نسعى إليها هي إنشاء أكبر مكتبة سمعية بإذن الله، ليس فقط في عمان وإنما نسعى إليها خارج سلطنة عمان بإذن الله تعالى. جميل. حورية دائما في المرحلة الجامعية ونعتب حقيقة أيضا على كثير من الإبداعات الشبابية في هذا الجانب، نجد أثناء المرحلة الدراسية في الجامعات أو الكليات أو حتى المؤسسات الأخرى تجد هنالك حماسة ورغبة، وتشوف الطالب متحمس وما شاء الله عنده أفكار وعنده مشاريع وعنده خطط وأمسيات، لكن بمجرد ما يترك الصرح التعليمي خلاص كل هذه تنتهي. انتوا ايش مخططكم؟ ايش مفكرين بعد الجامعه؟ هل انه خلاص تنتهي علاقتكم بالجامعه، تنتهي علاقتكم بالمجموعه، ولا راح تظلوا محافظين؟ نحن كمؤسسين للفريق وكأعضاء للفريق عندنا انتماء كبير لفريق صوتي حياة. طبعا حنا شغلنا ما مقتصر لجامعة السلطان قابوس، بالعكس نحن وصلنا لجمعية النور المكفوفين وبدأنا بالتعامل معهم، بالإضافة إلى عندنا فعاليات على المحفل العماني مثل معرض الكتاب. فطموحنا أو رؤيتنا أبعد من مستوى جامعة السلطان، وإن شاء الله تكون عملية مستمرة في هذا المجال. جميل. احنا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. طيب عويشة، لو كنت أنا أو أي حد حاب ينتسب للفريق، شروطكم شو المطلوب منا؟ طبعا للانتساب للفريق هنالك كيفية معينة. طبعا الجميع يحب التطوع، الجميع يسعى إلى التطوع، لكن هناك من يستطيع الأداء وهناك من يستطيع الأداء بطريقة أحسن كذلك. ففريق صوت الحياة يقدم اختبارات في كافة المجالات، سواء كان تقدم في مجال الكتابة ككاتب، مجال التدقيق اللغوي، أو مجال المنتجة والمكسجة،
كذلك مجال الصوت، فصوتي أنا يختلف عن صوت حورية، يختلف عن صوت أستاذ أحمد الحراسي. أكيد نعم. في 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 أكيد لكم ما يميزكم حقيقة، وجهود جميلة تشكروا عليها، ونحن فخورين فيكم. بطاقات اللي مثلكم، وأنا أيضا أوجه تحية لكل الشباب حقيقة اللي عندكم، أحمد النقبي، محمد الذهلي وعمر الأنصاري، وباقي أيضا المجموعة كلهم، وليلى الحميدي الحامدي أيضا يعطيها العافية. حورية بنت حمد ريامية، شكرا لك وسعيدين بتواجدك معنا. هل من ثمة رسالة أو كلمة توجهها لكل من يشاهد ويتابع برنامج قهوة الصباح؟ أتمنى أي فكرة يمتلكها الإنسان يحاول أن يطبقها، لأن حتى لو ما حصل أي دعم فهو قادر أن يقدم هذه الفكرة ويظهرها للمجتمع، بمجرد ما تكون عنده إصرار وعزيمة يظهر هذا الشيء. حورية عويشة بنت عبد الله المعمريه، سعدنا بتواجدك معنا اليوم، واتمنى لك كل التوفيق. رساله او كلمه اخيره حابه توجهها للمشاهدين؟ هي رساله خرجنا بها من فريق صوتي حياه. من يعتني بالبذور جيدا يطيب له الثمر لاحقا. ارجوك اعطيني اياها مره ثانيه. من يعتني بالبذور جيدا يطيب له الثمر لاحقا. خلاص، هكذا كان فريق صوتي حياه، كان عباره فقط عن بذره وفكره، الان اصبح زهره مثمره تفوح ارقاها في كافه عمان وخارج عمان كذلك. يا سلام عليك، يعطيكم ألف عافية. وفعلا كذا يعني الواحد يبغي يحقق طموح معين، رغبة معينة، يحتاج هي ثلاث أسلحة فقط: الإصرار، العزيمة، وبعد ذلك الإرادة والتحدي، ومن ثم تأتي بقية الأشياء تباعا. نحن وصلنا معكم لختام الوقفة بإذن الله تعالى، الموعد يتجدد في قادم المواعيد وفي قادم الوقفات إن شاء الله. ختاما نقول ونعيد ونزيد في الجملة: حفظ الله عمان وحفظ جلالة السلطان. عبد الله السباح أرجع لك، وعندك الصوت والصورة. تأتي أهمية التدريب المهني والحرفي للعناصر النسائية للمرأة لمنحها الفرصة للإبداع والتطوير ومساعدتها في تأمين مصدر رزق لها. فمن هذا المنطلق بدأت فعاليات دورة حرفتي لعضوات جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، حيث أن هذا المشروع حرفتي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لأبناء أسر الضمان والدخل المحدود وذوي الإعاقات، من خلال توفير فرص عمل تساعدهم على العيش الكريم والاعتماد على الذات، وتشجيع هذه الفئات لامتهان الحرف التقليدية مثل صناعة الغزل والتحف والمنسوجات وصناعة الأعشاب، وكذلك تعزيز قدراتهم للنهوض بأنفسهم والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الوطنية من خلال التسويق لهذه الحرف في الأسواق المحلية والمعارض. نظمني عدة دورات في الجمعية تهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة، منها دورات الخياطة، دورات الكروشيه، والآن مستمرة دورة حرفتي بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية المثمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المدني للرقي بالمستوى الاجتماعي لنساء ولاية مصيرة. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا وربطنا المباشر، والكلمة لك يا سيف، تفضل. مرحبا بك من جديد عبد الله، ومرحبا أيضا بكل من يتابعنا وكل من انضم في هذه اللحظة ليتابع جميع محطات وفقرات برنامج قهوة الصباح. عموما مع علي عبد الله، اعذروني بخفض الصوت شوي علشان المكان الموضوع موجودين احنا فيه. عموما احنا طبعا مستمرين في هذه التغطية للدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية. اليوم احنا موجودين مثل ما ذكرنا في الوحدة الدولية للرماية، وبما انه الموضوعنا اليوم عن مسابقة الرماية نغطي هذه الفعالية، اذا راح تكون معنا احدى المشاركات
الإنجازات يعني الحاصلة على الميدالية الذهبية في هذا المجال بفردي. طبعا معنا من السلطنة سهام بنت ناصر الإحسنية، مرحبا بك معنا وصباحك خير وسعادة يا سهام. صباح النور. يا مرحبا بك، حياك الله معنا في برنامج قهوة الصباح، وإحنا سعيدين بوجودك معنا. بداية خبري المشاهدين كذا عن الميدالية اللي حصلتيها والمراكز اللي حققتيها خلال الأيام الماضية. والله أول شيء نشكر الله على كل حال وأحمده، صراحة كانت منافسات قوية بين الدول، يعني صح إنها دول الخليج ما أدري إيش، بس في يعني منافسة قوية، فالحمد لله لكل مجتهد نصيب، واللي يجتهد ويسعى بيحصل الشيء اللي يريده. حصلت على الميدالية الذهبية في الرماية بشكل فردي، وأيضا حصلت على الميدالية الذهبية بشكل فردي، وحصلت الميدالية البرونزية كفريق على المركز الثالث. طيب سهم كذا لو تخبرينا أيضا وتخبر جميع المشاهدين عن اهتماماتك أنت بهذه المسابقة، مسابقة الرماية، وعن أيضا مشاركاتك كذا خلنا نقول سواء المحلية أو الخارجية. والله سافرت عدة دول منها الأوروبية، إسبانيا، ألمانيا، كم دولة يعني رحت لهم، يعني في منافسات كانت قوية وما حصلت، بس يعني كسرت أرقام جديدة، وهذا يعني شيء حلو أن الواحد يسعى أن يحصل على ميداليات. اهتمامك بهذه المسابقة، مسابقة الرماية، متى بدأت بالتحديد، ومن اللي واقف معك وشجعك والدعم اللي تحصليه في هذه الموهبة؟ يعني تقصد هذه المباراة ولا؟ مسابقة الرماية بشكل عام، من اللي بدأت الصغر؟ والله لا الحين يمكن صار سنة. نعم، وما شاء الله أنت دخلتي بقوة واليوم حصلتي يعني خلال هذه البطولة الميدالية الذهبية. أنا بسألك أيضا يا سهام، بما أنه الحين إحنا في البطولة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية ووجود أيضا عدد من المشاركات من مختلف دول مجلس التعاون، إيش اللي تعني لكم أنتم كمشاركين من السلطنة، وإيش اللي تضيف لكم بالتحديد؟ والله هذا يعطي حافز ونستفيد بعد نفس الوقت، يعني يمكن في بيضيفوا معانا أشخاص ثانيين فيحبوا أنهم يعني يكونوا أحسن منا بوايد. يعني أتمنى لكم إذن كل التوفيق سهام، ومبارك لك من جديد إن شاء الله تعالى، وكل التوفيق أيضا في الأيام القادمة والمحافل القادمة مشيئة الله. إن شاء الله، شكرا. إذن عبد الله، مثل ما لاحظنا سهام بنت ناصر الإحسنية من المشاركات من السلطنة، وحصلت على الميدالية الذهبية بالإضافة أيضا إلى بعض المراكز الموجودة في هذه البطولة، تحديدا في مسابقة الرماية. اليوم إحنا تغطيتنا لهذه الفعالية ولهذه البطولة، غدا بمشيئة الله في موقع آخر وفي فعالية أخرى، أو أيضا في موقع سياحي جميل. إليك الكلمة، ودائما نتمنى يوم جميل لجميع المشاهدين. كل الشكر لك يا سيف ويعطيك العافية. حبيت الهمس هذا في الفقرة الأخيرة عشان بس الصوت ما يأثر على المتسابقين. مشكور كثير يا سيف وكذلك الفريق العامل المتواجد معك، وإحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين. من والده لم يبقى له سوى قبعتين وزوجين نظارات ومجموعة من الفراش المصنوعة من وبر الحصان، وخصوصا الشهرة التي حققها ساكاميسو أو كما يعرف بالعميسو، آخر ماسح أحذية في سراييفو خلال أكثر من 60 عاما. إلا أن رامس باساتش الموظف السابق في خدمات التنظيف في البلدية والمتقاعد الآن، متمسك جدا بوعد قطعه على والده قبل أشهر على وفاته التي حصلت قبل سنة. قبل بضعة أشهر من وفاته قلت لوالدي ألا يقلق لأنني سوف أحافظ على التقاليد،
فطلب مني أن أحترم الوعد الذي قطعته. وكان العميس وهو من غجر الروما في كوسوفو أتى إلى سراييفو في سن 15 بعيد الحرب العالمية الثانية، وهو كان يعتبر من معالم سراييفو الشهيرة. ونجاح هذه المسيرة وراء علبة مسح الأحذية أتت بعد عقود على ذلك، فقد نال ميسو تعاطف سكان سراييفو خصوصا خلال الحرب الأهلية التي تواجهت فيها المجموعات الثلاث الرئيسية في البوسنة وأدت إلى سقوط نحو 100 قتيل. فكان يتحدى القصف اليومي ويأتي إلى مكانه المعهود وسط الركام في شارع تيتو، الجادة الرئيسية في المدينة التي يأتي إليها رامز بدوره منذ وفاة والده. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى فقرتنا في مسك الختام في برنامجنا قهوة الصباح. ولكن قبل ما رحب بضيفي العزيز، حبيت أشكر أصحاب مشروع مغسلة السيارات السريعة المتنقلة، قدموا لنا قالب حلوة كما يقولون أو كيكة عليها شعار برنامج قهوة الصباح وأيضا عليها شعار الشركة الخاصة فيهم. مشكورين يا أهل الذوق، ما يجي من الزين إلا الزين، مشكورين على هذه الهدية. الحين نبقى مع فقرة برنامج قهوة الصباح وموضوع حول الرياضيات والإحصاء في دورته العاشرة. هذا ملتقى بنتعرف على تفاصيله، بنتعرف على مكنونات هذا الملتقى من خلال ضيفنا سعيد بن خلفان العبري، وهو رئيس مجموعة الإحصاء والرياضيات بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. حياك الله. مرحبا. حياكم الله وسهلا وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك سعيد. سنة التخرج تخصص إحصاء، نقول لك ألف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. عطني شوي عن الملتقى هذا، إيش دوره؟ ملتقى الرياضيات والإحصاء هو يعد في نسخة العاشرة بعد 9 نسخ سابقة إن شاء الله. الرسالة اللي يقدمها هذا الملتقى محاولة منا ومحاولة من الطلاب إيصال علم الرياضيات والإحصاء بشكل مبسط إلى العالم الخارجي أو طلاب الجامعة اللي هم غير متخصصين في الرياضيات وغير متخصصين بالإحصاء بطرق جديدة وبطرق يعني تحببهم في هذا العلم. يعني لعلمكم أن يعني البعض يعني قد يكون شوي ما عنده ميول في هذا، تحت الهواء في بعضهم يتضايقون من الرياضيات أنا ما يستوعبونه. نعم. الطرق كيف هي؟ طبعا في السابق في 9 ملتقيات سابقة كنا نحاول فقط نأتي بالإحصاء ونشرحه بطريقة شوي قريبة. نعم. والرياضيات. في هذه السنة اخترنا موضوع مختلف تماما، بحيث أن اخترنا موضوع واحد اللي هو الأشكال الهندسية أو الجيومتري، وأخذنا نبحر فيه في مناحي الحياة جميعا. معلش أعذرني، الجيومتري إيش هو؟ الجيومتري هي الأشكال الهندسية باختصار. ممتاز. حلو، عشان تعرف اللي ما يستوعب الكلمة. أيوه. يفهم القصد. إنزين خليني أنا واحد من الناس جيتكم في الملتقى، سعيد اشرح لي ايش هو الاحصاء. الاحصاء طبعا هو عمليه، اذا جينا على الاحصاء طبعا احنا في هذا الملتقى نعرف الاحصاء. لو جينا في 9 ملتقيات سابقه كنا نعرف الاحصاء. زين اليوم الرياضيات. اليوم نعرف الرياضيات وبالضبط نعرف الجيومتري. زين خذني على قد عقلي كذا وجاوبني مثلا كيف من خلال الاشكال الهندسيه تعرفوا بمفهوم الرياضيات. ايوه طبعا لو جينا نشوف الاشكال الهندسيه هي تدخل في جميع أنحاء الحياة وفي كل مجالات الحياة، مثلث المربع المثمن السداسي. أكيد. ممتاز. أكيد. فعلى سبيل المثال لو جينا مثلا احنا اتخذنا 6 أركان في المعرض هذا اللي أعرضناه، معرض الملتقى. فكان الركن الأول يتحدث كيف ان الاشكال الهندسيه تدخل في الحياه العاديه. ممتاز. او في الحياه اللي هي الطبيعيه نسميها. مثل على سبيل المثال ناتي مثلا على سبيل المثال في الحلزون، هل الحلزون انت تشوف هذا التشكيل معقد جدا؟ هذا الحلزون عباره عن اصلا عباره عن مجموعه من المثلثات تترتب وتتناسب مع بعضها البعض لتشكل هذا الحلزون. ممتاز. لا اكثر ولا اقل. حلو. مثلا على سبيل المثال لما الجمال في الانسان. هذا الجمال في الانسان اصلا ما هو الا عباره عن نسبه نسميها بالنسبه الذهبيه وتبلغ تقريبا 1.6. شو هذا بدا دخلنا في الارقام وفواصل طلعنا. زين. فهي كلما اقترب الانسان من هذه النسبه وفي هذه الاطوال راح كلما اقترب من الجمال. ممتاز. مثلا على سبيل المثال ننتقل في الركن الثاني ونتحدث ايضا عن كيف هذه الاشكال الهندسيه دخلت في الحضارات القديمه وكيف دخلت في المعتقدات القديمه. نعم. بحيث ان المعتقدات القديمه ايضا ركزت على هذا الموضوع. حلو. بعد ذلك ننتقل الى الفاشن. طبعا تستغرب تقول كيف الرياضيات ودخلوها في الفاشن والموضه. لا طبعا الاشكال الهندسيه لها تفسير سيارات معينة، بحيث ان احنا في المعرض هذا ركن ترفيهي بسيط. مثلا تجي انت تختار على سبيل المثال احد الازياء. بعد ذلك
نطرق لك ليش انت اخترت هذا الزي. أي نعم. لانك اصلا انت ما اخترت هذا الزي الا لانك انت في ميول معين او في حدث شكل معين. أيوة. شكل معين. أي نعم. بحيث ان هذه الاشكال تمثل طبعا في خصائص معينه فيك انت. حلو. بعد ذلك ننتقل للركن الرابع اللي هو كيف ان هذه الاشكال دخلت في الرسومات المنحوتات، بحيث ان في احد يعني الاشخاص اللي هو كان من الاغريق كان لا يحب الرياضيات مثل باقي الاشخاص، فايش سوى؟ اخذ يرسم علشان يبسط لنفسه هذا الرياضيات. ممتاز. ممتاز. فوصل بلوحات جميله فنيه جميله في نفس الوقت هو من خلال فهم الرياضيات. بعد ذلك اخذنا طبعا الان نبتعد كيف دخل اللي هو الادب في موضوع الرياضيات، نبتعد اكثر كيف تدخل التصوير في موضوع الرياضيات، بحيث ان معظم الصور لو تشوفها تتكون من اشكال هندسيه. بحيث ان في الكثير من المصورين يتخذون يعني بعض الاشكال الهندسيه من اجل التصوير. فعلى سبيل المثال وابسط الاشياء لما تجي انت تصور لازم تسوي هذه الحركه. صحيح. اللي هي حركه المربع، وفي كل الكاميرات موجوده حركه المربع. صحيح. ليش ما يكون حركه الدائره؟ طبعا المربع لازم يقسم الى 9 اقسام. نعم زي ما هي موجود عندنا الحين في الشاشه. فهو يقسم الى 9 اقسام. والمصورين محترفين يعرفوا وين يحطوا الجزء اللي هو يريد يصور، مثلا يريد الوجه يحطه في احد هذه الاجزاء وباقي الاجزاء يحطوه في الاجزاء التسعة، بحيث ان هذا كله داخل في الاشكال الهندسيه. بعد ذلك يجي القسم الاخير وننتقل لقسم ابتعدنا كثير اللي هو الرياضه. ما دخل الرياضه بالاشكال الهندسيه، بحيث ان حتى كره القدم لو جينا لابسط الاشياء، كره القدم ليش عملت بشكل سداسي؟ لانه وجد لا الدائره ولا المربع ولا شكل ثاني يصير يكون في هذا الموضع. لازم يكون الشكل سداسي. حلو. عشان تقسيمه الكره. ممتاز ممتاز. زين هذا الحين عمل لنا سعيد جولة كذا من خلال الملتقى. الملتقى مستمر ولا؟ الملتقى معرض الملتقى مستمر إن شاء الله إلى اليوم وبكرة. نعم. وطبعا من أهم زوار هذا الملتقى هم طلاب الجامعة. نعم. بالإضافة إلى دعوات لكليات وجامعات من داخل السلطنة وطلاب مدارس خاصة وحكومية. أكثر التساؤلات اللي تجيكم سعيد؟ إحنا طبعا قاعد نعرض مجموعة من الصور بالنسبة للملتقى، وفي نفس الوقت عرضنا الشعار. أكثر التساؤلات اللي يجونكم من كان من طلاب الجامعة خاصة مو متخصصين في مجال صاول علوم الرياضيات، أو من خارج الجامعة على مستوى طلاب وكليات وكذلك مدارس؟ هو أكثر تساؤل يعني كيف أنتوا استطعتوا تدخلوا هذه الأشكال الهندسية في كل مناحي الحياة؟ نعم. وكيف إحنا ممكن نتصور مثلا على سبيل المثال الأشخاص يتساءلوا بشكل كثير كيف الحلزون هذا أصلا عبارة عن شكل هندسي مثلثات؟ وعلى سبيل المثال يعني في أشكال معقدة يعني في الحياة جبناها وعرضناها هي ما هي عبارة إلا عن مربع مثلا على سبيل المثال وتم أخذه بشكل منحني زاوية 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 متساوية. نعم. فيصبح لك شكل معقد اصلا انت لو بديت ترسمه راح يكون شكل بسيط جدا. نعم. ايضا من ضمن التساؤلات الكثيره اللي طرحوها يعني كيف استطعت توجد هذه الماده العلميه يعني الشيقه؟ طبعا هذه الماده العلميه وجدت بعد بحوثات كثيره. نعم. وبحث في هذا المجال. عدد الفريق اللي مشتغل في هذا الملتقى تقريبا هو العدد عدد كبير طبعا يتكون تقريبا ما يقارب من 16 اداري. نعم. ولكن عدد الاعضاء يعني كان كبير تقريبا يوصل الى 40 عضو بالاضافه الى هذا الاداريين. طبعا هذا لما كبيرة لازم تخلق إنجاز جميل. إينا. جدا إينا. بالإضافة قد يكون يعني لو ذكرنا من أهم الإنجازات في هذا الملتقى هو إنشاء قاموس إحصائي. بحيث أن عملنا قاموس سميناه قاموس الرياضات والإحصاء. إيش فكرة هذا القاموس؟ فكرة هذا القاموس جمعنا الكلمات الموجودة داخل كتبنا خصيصا وضعناها في هذا الكتاب. ممتاز. بحيث أن هذا الكتاب يكون خاص بنحن طلاب جامعة السلطان قابوس. نعم. اللي هم تخصص رياضيات وإحصاء أو أي شخص يريد يطلع عليه، وإن شاء الله راح يعني يوزع في الأيام القادمة نسخ إلكترونية وتم تدشينه في يوم الافتتاح. يعني متاحه بتكون هذه النسخه ان شاء الله للعامة. نعم للعامه وسهلت يعني شوف انت الحين ما شاء الله وانت قاعد تتكلم عن الموضوع ان كان عن الملتقى وعن مفهوم الرياضيات ببساطة وبابتسامة ومرح، وقلت قاعد تعطينا نماذج ممكن في حياتنا الشخصية. نعم. احنا نشوفها ان كان في مجال الفن، في مجال الادب، في مجال الرياضة، في مجال في كل مناحي الحياة. تحس عشان الاجيال اللي قاعده تتابعنا الحين ممكن الاباء والامهات اللي يعانون مثلا ابنائهم مو شاطرين في الرياضه. معك. او بالنسبه لهم الرياضيات يعني عقبه في ممكن في كل المواد ممتاز ولكن الرياضيات يكون بعض البعض ملكي. كيف تحس الوسيله لتبسيط مثل هذا المفهوم؟ والله هي الوسيله يعني اول شيء لازم تدخل قناعه شخصيه من الاخر. وبعدين ميك ات فن، دائما خليها شيء ممرح. شيء مرح شيء ممتع. لانك اذا تحسس انه الطالب او الابن انه الرياضيات شيء معقد راح يتعقد منها يعني. لكن اذا مثلا تحسسه انه شيء بسيط، ودائما طبعا من اهم العلوم اللي فيها العاب بسيطه وفيها العاب مسليه الرياضيات. يعني كانت
يعني تحول الرياضيات الى العاب مسليه بحيث ان الطالب يستفيد بشكل كبير. نعم. ولي الامر بامكانه يدخل الرياضيات بشكل كبير في حياه الانسان، مثلا حتى هو مثلا يمشي في الطريق بامكانه يسال والده ايش هذا الشكل، راح يعرفه انه مربع. حتى في يعني مثلا الحياه البسيطه، مثلا تاخذ ولدك للسوق يعني سالك مثلا احنا خذينا بضاعه بهذا الثمن. نعم. وزدنا عليها بضاعه بهذا الثمن، كم بامكانها تكون؟ نعم. انت جالس تطبق هذه الاشياء بشكل بسيط بحيث ان ولدك يعني وابنك يتطور. نيتك انت في المستقبل ان شاء الله بعد التخرج الجانب الاكاديمي أكاديمي ولا بتاخذ مجال مهني ووظيفة يعني؟ والله هو قد يكون المجال الأكاديمي شيء إن شاء الله. لأنك ممتاز، لأنك جد لو قلت لي مجال مهني بقولك أنا أشجعك أنك تكون في مجال أكاديمي، لأنك عندك أسلوب كثير في تسهيل وتبسيط الرياضيات. شكرا. زين، هل نقدر نقول في الرياضيات يعني من خلال الملتقى مالكم في مسألة معقدة ومن خلالها ممكن يقول لها حل بسيط، بس إنه من خلال بعض القواعد او كسر القواعد في الرياضيات ممكن نحل؟ نعم. ودي اشوف بعض الاسرار يعني مثلا على سبيل المثال سلسله فيبوناتشي هي عباره عن الارقام 1 2 3 5 8 وبعدين يعطيك 13. نعم. بهالطريقه. نعم. طبعا للشخص لما يشوفها من اول مره يحس السلسله معقده جدا. صح. ما يمكن تقول لي يعني ما يمكن يقعد لاي حل. نعم. بينما هي سلسله بسيطه، قد يكون شخص يقول شخص ثاني تافه. نعم. هي عباره عن ايش؟ مثلا لو جينا نشوف هي تبدا من الصفر، طبعا لكن الصفر احنا نتجاهله دائما. لو جينا نقول 0 و1 بعدين نجي بعد 2، 2 عباره عن ايش؟ 1 يعني لو جينا على 3 عباره عن ايش؟ 1 + 2 يساوي 3. اي نعم. يجي بعد 3 5، 3 عباره عن ايش؟ 2 + 3 يساوي 5. يجي بعد 8، 8 عباره عن ايش؟ 3 + 5 يساوي 8. بهالطريقه. فهي هذه سلسله فيبوناتشي اللي الناس قاعده تحس انها معقده وما شابه، هي ما هي عباره الا عن عباره جمع رقمين قبلها يساوي الرقم اللي بعده. زين، هل تحس الرياضيات يمكن هذا سؤالين باقي لي سؤالين الاخيرين، هي تعتمد على الفهم ولا حفظ قاعده ويتم تطبيقها؟ الرياضيات انا من ايام ما كنت طالب انا في اجزاء انا افهمها استوعبها، وفي بعضها لا، يقول لك احفظ القاعده عشان تقدر تطبقها على المساله اللي قدامك. هي عمرها كانت الرياضيات مساله ما حفظ، مستحيل تكون مساله حفظ، هي دائما الرياضيات مساله فهم. لانك اصلا حتى هذه القوانين اللي انت تحفظها ما هي عباره يعني اللي سابقا جابوها اشخاص عن طريق الفهم، وإلها يعني مشتقات سابقه. فانت باستطاعتك يعني الاشياء حتى اللي فيها فهم اللي فيها حفظ عن طريق الفهم تحفظها. ممتاز. يعني مثلا على سبيل المثال مساحه المربع ايش هي؟ عباره عن يعني اللي هو ضلع تربيع. إيه فانت بامكانك. نعم. تفهم انه اصلا هو متساوي الاضلاع فلا زال يكون ضلع تربيع. إيه نعم. فهي سهله يعني. إيه. الامور بهذه السهوله بامكان الشخص يتخذها. نعم. فما اتوقع ان الرياضيات مع عباره عن مساله حفظ، ما هي مع عباره عن مساله فهم. وهي تراكميه يعني بامكانك انت الان تبدا بشيء وبعدين في المستقبل عادي تبني حاجه بسيطه. نعم. وحاجه بسيطه، فالبدايه البسيطه والبدايه يعني الاساس القوي راح ان شاء الله ياسس لك مستقبل قوي. الجزئيه ايضا انا شاهدتها في مجموعه من الابناء والاطفال، يقول لك انا فاهم المسألة ومستوعبها، بس أنا لقيت لها حل غير القاعدة الموجودة في الكتاب أو في الإصدار اللي أنا من خلاله قاعد أذاكر. فيقولك أنا أتخوف بعض المرات إن إذا ما سويتها بالقاعدة ما بحصل على النتيجة، ولكن أنا بعطيك نفس النتيجة ولكن بطريقتي حسب استيعابي، مع أو ضد؟ والله أنا هذه مع، لانه هذا الشخص اذا بدا بهذه الطريقه فهو له مستقبل كبير. ممتاز. لان احنا مثلا عندنا مثلا طلاب الرياضيات في قسم الرياضيات عباره يعني كيف يكون مشروع تخرجهم؟ عباره عن انك انت تحاول تكتشف قاعده جديده، قانون جديد. نعم. لانك انت مستقبلك كبير راح يكون. صحيح. لانك انت يعني في ما توصل في مرحله المدارس قد يكون مساله فقط تطبيق قوانين. ولكن في المرحله الاكاديميه لا، انت من تصنع يعني القوانين. وهذا يعني مقوله لصاحب الجلاله الله يرجعه بالسلامه. قال يعني احنا يعني طلاب جامعيه ما مطلوب منا فقط ترديد ما قاله السابقون، انما علينا نبدع في شيء جديد. احنا خلاص وصلنا مرحله الابداع لما وصلنا مرحله الاكاديميه. فانا اشوف انه الشخص اللي يبدا بهذه المرحله راح يكون ان شاء الله له مستقبل كبير في المستقبل يعني القادم ان شاء الله يا رب. انا سعيد كثير بك يا سعيد ان شاء الله، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح في مجالك، وان شاء الله اذا انخرطت في الجانب الاكاديمي انا متاكد بتكون من الاساتذه الرائعين، لانك لك حضور رائع في توصيل المعلومه. جزئيه اخيره، كيف تحب تدعي الجمهور اللي قاعد يتابعني اذا كان لهم متاح انهم يزورون خاصه في فتره اليومين القادمه؟ والله الجمهور الكريم مرحبا بي وسهلا، وصراحه المعرض نتشرف بكل من يحضر لهذا الملتقى. المعرض الملتقى ان شاء الله تبقى اليوم وغدا ان شاء الله من معرض الملتقى، بالاضافه ان شاء الله اليوم عندنا في تمام الساعه 6 إلى 8 اللي هي ورشه في الحسابات الذهنيه السريعه. وكما ذكرت اذا كان في اشخاص حاسين انهم شوي عندهم بطء في هذا المجال، ان شاء الله في عندنا اليوم ورشه بقياده المدرب الكبير محمود البلوشي. نقدم له تحيه ان شاء الله، وندعو ان شاء الله ندعو الجميع للمشاركه ان شاء الله.
راح تكون في قاعة المحاضرات 2، فالكل مدعو لهذه المحاضرة. بالإضافة نشكركم ونشكر المقدمة اللي هي المعدين عبد البطاشي وأمل نوفلي على إتاحتهم الفرصة، ودائما ما شاء الله ما مقصرين معنا، وكلكم ما قصرتوا، بارك الله فيكم. وهذا فرصة سعيدة كانت أن نلتقي ونعرض عليكم هذا الملتقى. احنا سعيدين كثير بوجودكم معنا، أتمنى لكم إن شاء الله توفيق من خلال هذا الملتقى والملتقيات القادمة. لو أن السنة الجاية خلاص بتكون تخرج إن شاء الله. يلا الله يوفقك إن شاء الله. كل الشكر لسعيد بن خلفان العبري رئيس مجموعة الإحصاء والرياضيات بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، والدعوة زي ما تفضلتوا عامة، ممكن الناس تروح، وخاصة لمحبي الرياضات رياضيات، وأيضا اللي عندهم نوعا ما مسألتين يبالهم شوية استيعاب، تأكدوا مثل هذه المفاهيم بتفتح آفاق جديدة في استيعاب الرياضيات. مشكور يا سعيد، شكرا جزيلا لكم، وأيضا شكر لكم موصول مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بكرة موعدنا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، نشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم. We'll be right back.